كيف حضرنا فطيرة اللحم مع البطاطا الحلوة؟ أول شيء قشرنا كمية البطاطا وقطعناها إلى دوائر، سلقناها في الماء لمدة تقريبا الساعة أقل أكثر شوي، بعدين صفيناها منيح وهرسناها وأضفنا عليها الزبدة والملح والفلفل وجبنة البرميزان وملعقة صغيرة أو ملعقتين من الكريمة. على جنب كنا رفعنا طنجرة على النار، أضفنا فيها الزيت والبصل وطبخنا اللحم مع البصل مع إضافة ملح وفلفل. وأخيرا في وعاء بدي يفوت على الفرن حطينا اللحمة اللي استوت منيح والبطاطا المهروسة حطيناها على وجهها، وبعدين أضفنا جبنة البرميزان ونطبخها لمدة من 10 إلى ربع ساعة داخل الفرن حتى تأخذ لون جميل. وصحتين وألف عافية.